إنه يراك تابع خطاك، فلتريه ما تود أن تراه في الوجود مدها يداك مدها يداك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شيماء عادل من تيام علوم بشكل جديد. إن شاء الله هتكلم معكم النهاردة عن سينكتريام إندوبيوتيكا. وأول حاجة لازم نعرفها إيه الكلاسيفيكيشن بتاع الكائن ده، ديفيجن إيه ومايكوتا، سب ديفيجن ماستيج ومايكوتينا، كلاس كيتريديومايسيتس، أوردر كيترياليس، فاميلي سينكترياسي، الإكزامبل اللي هو سينكتريام إندوبيوتيكا. لازم نعرف بقى إيه هي الجنرال كاركتر بتاع الكائن ده. أول حاجة هو بيكون أوبليجيت بارازيت، يعني هو له سبيسيفيك هوست، لأن هو بيكون متطفل على البوتيتو بس، ما يقدرش ان هو يتطفل على اي كائن تاني غير البوتيتو. تمام، هولوكاربيك وانتوبيوتيك، دي عرفنا يعني ايه المرة اللي فاتت. doesn't produce هايفي، مش بينتج اي هايفي. عندي في اللايف سايكل بتاعته بيكون عندي تو تايب من الاسبرونجيا، واحدة بتكون في الوينتر وواحدة بتكون في السمر. اللي بتكون في الوينتر دي بتعيش فترات طويلة جدا لان هي بتكون ريستنج ساكنة، لكن اللي بتكون في السمر دي بتعيش فترة صغيرة لان هي بتعمل بنتريشن للكائن وبعد كده تعمل ريبرودكشن. النوعين دول بتوع الاسبرونجيا بيعملوا ريليزنج تقريبا لميتين او 300 زوسبور. تمام، يعني بتدي اعداد كبيرة جدا من الزوسبور. it cause black wart disease in potato، ده شكلها على البطاطس، شكل السينكتريام اندوبيوتيكم لما يعمل بارازايت على البوتيتو، وده شكله تحت الميكروسكوب. there are two type of sporangia، قلنا من شويه ان هي بتكون وينتر وفي سمر. الوينتر دي اللي هي ريستنج سبور او بتكون 2N، لكن السمر لانها بتعمل بنتريشن وبعد كده تعمل ريبرودكشن فهي بتكون ان، يعني بيحصل لها انقسام او اختزال وبتعيش فتره صغيره. دي لايف ريستنج سبور اللي هي الوينتر، وينتر سبرونجيا اوف سينكتريام اندوبيوتيكا. بعد كده بقى دي كده كانت جنرال كاركتر بسيطه جدا عن الكائن. دلوقتي هتكلم عن البوتيتو وارت لايف سايكل بتاع السينكتريام اندوبيوتيكا. انا اول حاجه ده عندي البطاطس اهي عليها الكائن، دلوقتي هيحصل لها ديكينج او تحلل فيخرج منها الريستنج سبور. تمام، اول ما الريستنج سبور هتخرج منها هتفضل موجوده في التربه لسنين كتيره. بعد كده الموتايل اما يجي بقى وقت السمر او وقت السبرينج هتبدا تعمل سويمنج في الووتر اللي موجوده في السويل. الموتايل زوسبور هتعمل سويمنج لحد فين؟ لحد ما توصل للسبيسيفيك هوست بتاعها اللي هو السيرفيس اوف بوتيتو. اول ما توصل للسيرفيس اوف بوتيتو هتعمل انسيست، يعني هتعمل تكيبس. بعد كده هتبدا تتخلص من الفلاجيلا بتاعتها، هتعمل لها withdrawing او تتخلص منها خالص. بعد ما عملت insistment هتبدا بقى ان هي ايه تخترق الخلايا، هتخترق الخلايا بتاع الهوست بتاعها مش اي خلايا تاني، وهتسبب له enlargement، يعني الخلايا بتاع الكائن هيحصل لها enlargement، هتكبر بطريقه abnormal، يعني مش النمو العادي بتاع الكائن، لا كده خلايا الكائن هتكبر في الحجم. سمينا الحاله دي هايبرتروفي، قلنا ان هو بيكون جروث اب نورمال، يبقى كده خلايا الهوست هتكبر في الحجم، حجمها هيكبر وبالتالي سميناها هايبرتروفي، والجروث بيكون اب نورمال فاحنا سميناها هايبر بلازيا. بعد كده الخلايا اللي حصل لها اصابه دي بتفضل عايشه فتره صغيره جدا وبعد كده بتموت، وبعد كده الكائن بيروح على البوتوم بتاع الهوست ويعمل له انلارجمنت، يعني اصلا الكائن مش بيكتفي ان هو يعمل انفكشن للمكان اللي دخله بس، لا هو بعد كده بيبدا يتكاثر ويطلع سبرونجيا كتير جدا فيروح على باقي الخلايا ويعمل لها ري انفكشن. بعد كده في حاجه بتتفرز كده حوالين الصلص اللي هي دبل كايتينيس لاير وول،
دي بتتفرز حوالين الثلث، وفي الحالة دي بقول ان الثلث بيكون بروسورس. يعني ايه بروسورس ويعني ايه اصلا اللي انا قلته ده؟ في حاجة كده بروسورس دي معناها مجموعة من الاسبرونجيا. نقدر نقول ان لما الزوسبور دخلت وعملت والاسبرونجيا عملت ريبرودكشن كتير وانقسمت كتير، عملت ديفيجن كتير، كونت اسبرونجيا كتير. فالمجموعة من الاسبرونجيا بنسميها بروسورس او بنسميها سورس. بعد كده بيكون عندي فيزيكل. الفيزيكل دي لما بتتكون مكونات البروسورس اللي هي النواة، بيكون فيها نواة، النواة بتنتقل الى الفيزيكل. العملية دي بتاخد 4 ساعات تقريبا، عملية ان هي تنتقل من البروسورس الى الفيزيكل. انتقال النواة ده وهي النواة بتتنقل هيحصل لها انقسام ميتوزي لحد ما يكون عندي 32 نواة، بيكون عندي انوية كتير جدا. السيتوبلازم بقى اللي موجود في الفيزيكل بيدي اكتر من سبرونجيا ويكون سورس. انا دلوقتي عندي في انوية كتير موجودة في الفيزيكل، كل نواة هتاخد شوية سيتوبلازم وتكون لي الزوسبور، تمام؟ وانا عندي كده في البروسورس هيديني فيزيكل، هيحصل له انلارجمنت كده ويديني الفيزيكل. الفيزيكل دي ما فيهاش اي حاجة، فالانوية النواة اللي موجودة في البروسورس هتنقسم اثناء الانتقال، هتنقسم وهيكون عندي تقريبا 32 نواة. والسيتوبلازم اللي موجود في الفيزيكل ده هيدي اكتر من سبرونجيا. ازاي؟ عن طريق الانقسامات بتاع الانويه دي هيدي اكتر من سبرونجيا، والسيتوبلازم هيحيط بالانويه اللي موجوده، وكل نواه بعد ما خدت سيتوبلازم هتكون الزوسبور. يبقى انا كده عندي زوسبور كتيره جدا. دي كده كانت اللايف سايكل بتاعه الكائن والجنرال كراكتر بتاعته. وخلاص كده، هي اصلا حاجه بسيطه يعني. وكنت قايله الجنرال كاركتر بتاعت الماستيج وما قلنا المره اللي فاتت، والجنرال كاركتر بتاع الكلاس كيتريديومايسيتس، وكمان بتاعت الاوردر كيتريدياليس. والنهارده ختمتها بالجنرال كاركتر بتاعت فاميلي سينكتريسي، وخدنا الكائن اللي هو سينكتريام اندوبيوتيكم. اتمنى تكونوا فهمتوا اي حاجه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إنه يراك تابع خطاك، فلتريه ما تود أن تراه في الوجود، مدها يداك، مدها يداك.